طيب إذا نختم اليوم الدروس بسنن ابن ماجه وكتاب الديات. لا يجني أحد على أحد، لا يجني أحد على أحد. هو في أحاديث خمسة، وهذه الأحاديث كلها تدور على فلك واحد، لكن من أجل الوقت أنا سأخذ الحديث الأول فقط أتكلم عنه، وبعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم غدا نكمل باقي الباب بإذن الله على مفردات المسائل، لأن الوقت ضاق علينا. نعم، قال المصنف كتاب الديات سنة ابن ماجه باب لا يجني أحد على أحد. نعم، كقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى، لا يجني أحد على أحد. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، أبو الأحوص الكوفي، ومر علينا كثيرا وهو من ثقات الأثبات. قال عن شيبة عن شبيب بن ورقدة السلمي البارق الكوفي ثقة، وثقة ابن معين، وقال أحمد ثقة، وقال النسائي ثقة. عن أبي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الدشمي، ذكر ابن حبان في الثقات وفيه شيء من الجهالة. عن أبيه هو عمرو بن الأحوص، عمرو بن الأحوص الجشمي، وهو يعني ذكره في الصحابة، البخاري وأبو حاتم وابن حبان ذكروه في الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا لا يجني جان، لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. والمعنى أن الجناية قاصرة على من اقترفها وجاء بها، والمعنى أن الجناية واقفة وقاصرة على من جاء بها واقترفها. هذا أصله كما قلنا في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى. والمعنى هنا بأن وهذه كما قال العلماء في الإثم والقصاص، في الإثم والقصاص، فمن جنى جناية، فمن قتل، فمن سرق، فمن قذف، فمن زنى، فالإثم والقصاص عليه، أو الإثم والحد عليه هو لا على غيره. ولذلك قال لا يجني جان إلا على نفسه. هذا الأصل الأصيل، وأن هذا من عدل الإسلام، وأن هذا من عدل الإسلام، وهذا فيه الرد القاطع على النصارى والجازم على النصارى الذين يتهمون الله بالظلم بعقيدتهم الخاربة في الكلام على المخلص، عقيدة المخلص بأن عيسى عليه السلام هو المخلص. كيف المخلص؟ قالوا لأن آدم لما أكل من الشجرة فالله سيعاقب جميع بني آدم على أكل آدم من الشجرة، ظلم بين. هذا اتهام الله بالظلم، وهذا كان أصل مناظرتي مع امرأة نصرانية طبيبة، يعني في هذا لما قلت لها أريد منك ربع ساعة فقط، قالت ربع قرن، فافتتحت معها هذا الباب. أنا أخذت القضية من القرآن فجعلتها قضية عقلية، وقلت لها أنت طبيبة عندك ممرضات، ممرضة أخفقت في الدواء للمريض، فأنت جئتي على كل ممرضات المستشفى فأنزلت العقاب على الجميع، قالت هذا ظلم لا يجوز. خلاص انتهت المسألة، أنها بكت لما أنا انتقلت بعد ذلك إلى الله، فقلت أنت تعتقدين بعقيدة المخلص بأن الله يظلم كل العباد بالأكل من الشجرة، فأنقذهم بالمخلص عيسى عليه السلام بصلبه أيضا، فبكت ما استطعت أن تتكلم. الغرض المقصود أن هذا فيه رد عليه، لا يجني جان إلا على نفسي، وهذا عدل الشريعة. والله جل وعلا قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهذا أصل الأصيل، بأن من جنى جناية فالإثم والقصاص والحد عليه، ليست على غيره. وهذا الذي استدركت به عائشة على عمر بن الخطاب عندما قال وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، قالت كيف ذلك وقد قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في اليهود إنهم لا يبكون عليه وأنه لا يعذب في قبره. وهذه المسألة طبعا تفصيلها سيأتي إن شاء الله غدا، لكن سأقول إن كان هذا أصل أصيل بأن من جنى جناية فالإثم عليه والقصاص عليه، فإن نقول يستثنى من ذلك من تسبب في شيء فالإثم عليه فيه، أو من تسي به في شيء وكان رأسا فيه فهذا وزر عليه، لأنه من فعل، لأنه من فعل، كمن أوصى بحرام أو أوصى بالنياح عليه فيعذب في قبره بفعل بوصيته، أو من علم منكرا فارتضى به فالإثم عليه بهذا. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ولذلك قال الله قال العلماء الرضا بالمنكر كمرتكبه. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولذلك كتب على القتل أن كل من قتل قتيلا فهي على القاتل الأول الذي قتل أخاه من ابن آدم. فهذا التأصيل العام في هذا الباب وأنه لا تزر وزرة وزر أخرى هذا وزرة وزر أخرى وهذا عدل الإسلام وهذا تأصيل الشرع إلا إن كان متسببا في شيء أو ائتسى الناس به في شيء وكان رأسا فيه فكل الأوزار توضع عليه لأنه السبب الرئيس في وجود هذه الجناية. ونقف عند هذا للوقت الذي داهمنا ونسأل الله جل في علاه أن ينفع بكل هذه الدروس. وغدا إن شاء الله نكمل الباب الفوائد المستنبطة الأولى إرساء قواعد الإسلام في حجة الوداع بين الأحكام جميعا وأمر وقال فليبلغ الشاهد الغائب ولا سيما أن نزلت عليه آيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شريعتنا شريعة العدل لا المساواة. فرق بين العدل والمساواة. العدل وضع شيء في موضعه، المساواة هذا يقع فيه الظلم. نعم شريعتنا شريعة العدل. من فقه الداعي إظهار الأحكام على عموم الناس بالأحكام العامة لا بالتفصيل. إظهار الأحكام على عموم الناس بالأحكام العامة لا على التفصيل، لأن هذا كان في حجة الوداع والناس يزدحمون فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسي لهم قواعد الإسلام العامة. حفظك ربي يا شيخ إبراهيم وجزاك الله خيرا. اللهم أمين. اللهم لا تحرمنا هذه المجالس. الآن قد أنهانا ربنا من المجالس اليوم بفضل الله تعالى، وتكملة الباب يكون إن شاء الله في الغد القريب. نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يجعلنا من الصادقين والمخلصين المخلصين، ونسأل الله أن يجعل في موازين حسناتكم. لو فيها أسئلة سريعة تفضلوا، إن لم يكن فقد ختم الله لنا المجلس بانتهاء سنة ابن ماجه.